السجائر الإلكترونية لما ظهرت يمكن تبنتها الصين من 2003 وابتدت تطلعها أو تنشرها في السوق على أساس إنها تكون بدائل أو وسيلة من وسائل الإقلاع عن التدخين الطبيعي، ويمكن بعد كده ابتدت تاخدها شركات التدخين كترويج لأنها بتساعد على الإقلاع عن التدخين أو إن ضررها أقل من السجائر العادية. طب ودي حقيقة؟ نحط كلمة ضررها بين قوسين، يعني مضرة. كل الناس مقتنعة انها مضرة اقل او اكثر، زي ما قلنا في الاول ده لا يجزم الا بالدراسات على المدى البعيد، بدليل ان السجائر الالكترونية اول ما ظهرت ارتبطت بحالات كثيرة جدا من فشل في وظائف التنفس، ويمكن ده ظهر في امريكا في بداية ظهورها، وحالات كثيرة جدا اتحطت على اجهزة التنفس الصناعي وتسببت في وفيات عالية جدا. فبالتالي اثرها اللي هو المفروض اننا ندرسه على كل اعضاء الجسم زي ما درست أثير السجائر العادية على كل أعضاء الجسم، وقلنا إنها بتسبب سرطانات وبتسبب صد رئوية وبتسبب قصور في الشرايين التاجية وبتتسبب في كل المشاكل اللي بترتبط بالجهاز العصبي والجهاز الحركي وكل الحاجات دي كلها. طبعا دي كلها غير الأمراض اللي بتعرف بالأمراض الغير سارية، أمراض القلب وأمراض السكر وكل وأمراض الضغط، كل دي مشاكل بيكون سبب فيها هو التدخين، ودي طبعا كلها أسباب غير إنها بتسبب وفيات كثيرة جدا إلا إنها بتحتاج طبعا علاج كثير، فبالتالي بتأثر على الاقتصاد، بتأثر على الصحة، بتأثر على جوانب كثيرة جدا. يعني ما بقاش ضررها على الفرد نفسه صاحب المشكلة، لا طبعا ده ضرر على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، ومش بس كده ده ضرر على العالم كله، لأن طبعا لو إن الانبعاثات اللي بتخرج من نتائج التدخين وغير إنها بتتسبب قد تكون في حرائق مثل حرائق الغابات مثلا، أي واحد بيشرب سيجارة وبيرميها ممكن تعمل حريقة طبعا. فبالتالي ده بيؤثر كمان على التغير المناخي. فبالتالي وإحنا داخلين كمان الحمد لله ان مصر متبنيه اللي هو الكوب 27 طبعا، وهيبقى في مؤتمر عالمي ان شاء الله في بدايه الشهر القادم، ومدعو ليه كل دول العالم طبعا. ومن ضمن الحاجات اللي هي بتبقى حلول طبعا مواكبه التغير المناخي او لمحاوله الاقلاع عن التدخين او تقليل التدخين. بالضبط، تقليل التدخين.